نعم انا ودي ان نسمع منه، يعني هو اكيد من اقرب الناس له، يشوف خاله ويشوف معاناته، فكيف كان يعني تغلب خالك على هذا المعاناة؟ ودنا تحكي عنها يعني بقربك منه، كيف كانت معاناته وكيف كان تحمله؟ رسائل إيجابية للمشاهد الذي الآن يعاني مثل معاناته. والله حقيقة خال راجح بذل جهد وتعب في مرضه وعانى سنين طويلة. اسلم. ونقال سالم. والحمد لله كان بدايته حتى الآن ما زرع. إيه إلى الآن ما زرع، ما الله سبحانه وتعالى أراد، يعني اللي عنده إشكالية في سبحان شاشة الله. العظام وعنده إشكالية وما في مناعة سبحان وعنده الله ضعف في لا إله العظم وعنده يعني أمور سبحان الله. كانت بدايته دراسته كان ولد ما شاء الله نشيط وأموره زينة وطيبة سبحان الله سبحان الله. سبحان الله فجأة عام 1400 تقريبا و20 أو 21 لا إله سبحان الله بدت عنده أعراض الكلى تطلع عنده سبحان الله، وقاعد يعني فتره كان يعني مستشفيات ومراجعات قرروا عليه الغسيل كلى سبحان الله، ثم بعدها طبعا ضاعفت عنده ال 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 شو اسمه ال ال انشطه الجسم، ما صار عنده مناعه ولا صار عنده قوه تحمل العمليات، ومن عقبها فتره بعد الغسيل صار عليه حادث متعب يعني وتكسر للرجلين ولا السيقان ولا اكرمكم الله جل وجل الملائكه مجلس اسلم قال سالم. واستمر على الغسيل قرابه 20 سنه لا ايوه 20 سنه الان على الغسيل ثلاث ايام في الاسبوع ثلاث ايام في الاسبوع. طيب في سفره اذا كان بعيد من مكان مثلا ما في غسيل كيف اذا مثلا سافر منطقه ولا دائما والله نسافر منطقه المراجعات للشؤون الصحيه بجده واحيانا بالرياض مع سائق خاص ما شاء الله متخصص بالشغل هذا ورجل كان طموحات كان موظف في شؤون صحيه بالقنفذه كان كاتب صحفي في نفس الشؤون الصحيه ما شاء الله ما وكان طال عمرك في صحيفه بارق وكان سبحان الله مكافح في الكتابه وفي الثقافه وفي السفر سبحان الله المراجعات واموره ولازم هو اللي يروح مع سائق خاص سوداني والحمد لله يعني مكافح في هذه الحياه وامور زين يعني الحمد لله. الان اعاقه كامله ما قدر يتحرك واجد يعني السائق اللي عنده هو اللي بعد الله سبحانه وتعالى يخدمه في مجال خدمه عامه الاكل والشرب ولا الاحتياجات الخاصه الثانيه امور كذا، لكن الحمد لله على هذا الحال ولا غير يعني الحمد لله. لا والله بالجنوب نعم جهه القنفذه. اي ثلاث مرات في الاسبوع ثلاث مرات في الاسبوع الله والان زي اصبح ما قلت ربع ساعة على الجسم سبحان الله الان اصبح زي الجال لما تشوفه تعطيه عمره 10 سنوات 9 سنوات من كثر الغسيل ومن كثر انت تعرف الغسيل يهلك الجسم ويهلك سبحان الله الغسيل ترى دمار ما يعرف معاناته الا اللي يجربه اللي يجرب إيه يعني انت غسيله تقريبا 6 ساعات من الساعه 9 تقريبا الصبح للساعه 3 العصر والحمد لله يعني على هذا الوضع اي والله الحمد لله الله يشفيه ان شاء الله شكل مريضك ورجل لازم مكافح ما شاء الله في ثقافته في برامجه في التوعيه الانشطه الاسلاميه وتوعيه الجاليات توعيه الجمعيات ما شاء الله عليه متحرك ويكتب ويرسل وياخذ ويعطي جميع المعلومات في حساب تويتر في الواتس في المواقع الخاصه ما شاء الله يعني ما شاء الله لا زال هذا العاقل اللي فيه ولا زال سبحان الله العظيم باذن الله اذا رحنا الجنوب ان شاء الله زرناه ان شاء الله باذن الله يحييكم الله يحييكم يا مرحبا عبد الله يمكن ما تعرفت عليه قبران القحطاني زرع مرتين في الكلى ما كنت معنا في الحلقه هو اللي خلى راجح يتواصل معنا لما شاف عمران اليوم وصراحه انا اقول للمشاهد الكريم يعني نعيد هذا الكلام ونكرره انك تصبح كل يوم وانت معافى في جسدك اي والله يعني هذه نعمه العافيه ما يعدلها نعمه صحيح ونعمة الأمن والأمان ونعمة الإسلام فهذه كلها نعم علينا تترى ولكن نعمة العافية يعني وأنا أهني ما شاء الله راجح وأهني أخوي قبلان رغم المتاعب والمصاعب وإلا ما شاء الله ما منعته من المشاركة في يعني دراسته في مشاركته كان موظف في دعوة الجاليات مشاركته في على وسائل التواصل الاجتماعي يعني ناشط ومبادر فصراحة الإعاقة ما هي إعاقة يعني القدم ولا إعاقة الإعاقة إعاقة الذهن صراحة الفكر فهذا يعني صراحة أكبر مثال لنا أخونا راجح
نهنيه ونسأل الله سبحانه وتعالى الآن المشاهد الكريم يسمعنا، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يعافيه وأن يجمع له ما بين الأجر والعافية، وأن الله سبحانه وتعالى يلبس اللباس العافية، وأن الله سبحانه وتعالى يشفيه شفاء تام وهو القادر عليه سبحانه وتعالى. نسأل في هذه الساعة المباركة ما بين الأذان والإقامة أن يشفي أخونا راجح وجميع المسلمين وجميع المرضى، أن يشفيهم الله سبحانه وتعالى وأن يعافيهم، وأن يرزق المريض الاحتساب والصبر على هذا البلاء، وأن الله سبحانه وتعالى يعوض به الأجر والعافية بإذن الله. اللهم آمين. أسلم أبو علي. في عندي تبرع من عبد الله سعد عبد